هنروح دلوقتي نشوف ندوة عن الأزياء وأهمية الأزياء وربطها كمان بصناعة السينما، وكان كمان لينا لقاء مع الفنانة الجميلة داليا البحيري. هنروح ونرجع نكمل تاني رسالتنا، يلا بينا. بصي طبعا انا كنت سعيده جدا لما كلموني عشان اشارك في البانل النهارده، وعلاقه الازياء بالسينما علاقه مهمه جدا جدا جدا. انا عندي شغف طبعا بالاثنين، بالازياء وبالسينما اكيد. لا هو في تنوع في كل حاجه بصراحه في البانلز اللي بتتعمل. كنت اتمنى يبقى عندي وقت اشارك في كل البانلز، لكن للاسف احنا ما بين ايفنتس وما بين افلام وما بين ريد كاربت وما بين ميك اب وشعري واجري ما بنلحقش نشارك في كل حاجة. أتمنى إن إحنا كان يبقى عندنا وقت أكتر نشارك في كل حاجة. حضرت بانل السنة اللي فاتت برضو كانت مفيدة جدا جدا. لا في دايفرسيتي وفي تنوع كبير جدا في الديسكشن بانلز اللي بتتعمل، وده اللي بيميز المهرجان الحقيقة. هو مش الفنان بس اللي لازم يبقى عنده وعي بالملابس بتاعت الشخصية، لأن بيبقى فيه حاجة اسمها كوستيوم ديزاينر أو حد مصمم ملابس، بيبقى فيه الدايركتور اللي بيبقى شايف الصورة كاملة. هو بيبقى فيه أكتر من عنصر في العمل هم اللي بيحددوا الفنان ده هيلبس إيه. هو مفروض الفنان ما يتدخلش في هو هيلبس إيه الحقيقة، خصوصا لو بيعمل حقبة زمنية معينة أو هيبقى فيه كولر باليت أو ألوان معينة لايقة على شخصيته. لو هو شخصية فرفوشة ولا هو شخصية حزينة، ولا هو بيعدي بإيه في الفيلم، ظروف الفيلم عاملة إزاي. هو بيبقى فيه مخرج، بيبقى فيه ارت دايركتور، وبيبقى فيه طبعا تصميم ملابس، او بيبقى فيه الستايلست. عندنا هنا في مصر مش كتير بيصمم، هو اللي بيختار ايه اللي الفنان ده هيلبسه. ومفروض يبقى الفنان عندنا معني فقط بالتمثيل وبتقمص الشخصيه. في طبعا شخصيات في تاريخ السينما العالميه والمصريه عملوا هم ستايل خاص بيهم، زي سموره حبيبي سمير غانم الله يرحمه، النجم الكبير، نجم الكوميديا. كلنا عارفين فطوطة بالبدلة الخضراء، بالبابيون الكبيرة، بجزمته الكبيرة، بصوته اللي مش عارف عامل ازاي. في أدوار كتير كان ليه شكل معين وكان ليه لبس معين. هتلاقي مثلا سعاد حسني، لما تقولي الايكونيك سعاد حسني هتفتكري ايه؟ الفستان البولكا دوت الابيض في اسود والشابو بتاعتها، ده من الحاجات والايلاينر بتاعها. مثلا هند رستم كان ليها ستايل في لبسها، الفساتين زي مارلين مونرو، الفساتين اللي هي بتبقى سكسي قوي وفيمينن قوي. ففي شخصيات كده هي عملت ستايل فرضته وبقت الناس بتمشي عليه، بس من غير ما يخرجوا عن الأدوار اللي هم عاملينها، أو اللي هم الشخصية اللي هي بتتقمصها. ده ما طغاش على ده. بس ففي امثال كده كتير، يعني هتلاقي برضو في المطربين برا، هتلاقي مادونا وهتلاقي مايكل جاكسون وهتلاقي ألفيس بريسلي وام كلثوم. يعني فالفاشن بيلعب دور اساسي في كل حاجه، في الشخصيات اللي بتترسم الفنيه، مش مجرد بس على شاشه السينما او الدراما.